السلام عليكم. تعرف العديد من البلديات في كل الولايات الجزائرية إقبال كبير للمواطنين البطالين وكذا الذين يتقاضون أقل من مبلغ 20,000 دينار جزائري عليها من أجل دعم ملفاتهم، بالإضافة كذلك إلى الصك البريدي المشطوب من أجل الحصول على المنحة. وعليها تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين وخاصة أرباب الأسر البطالين أو الذين يتقاضون مبلغ أقل من 20 دينار جزائري ولا يملكون أي مدخل آخر التقدم إلى بلدية مقر إقامتهم من أجل التسجيل أو تحيين المعلومات الخاصة بهم وبحالتهم الاجتماعية من أجل الحصول على مبلغ 10,000 دينار جزائري عبر حساباتهم البريدية، وهي تعتبر كمساعدة من الدولة من أجل قضاء شهر رمضان المبارك للسنة القادمة.